عادة الآن اللي يروح للعيادة الظهر بوقتنا الآن يرجع البيت شو يسوي؟ يتغدى. فخلينا نروح لطار الأكل والغداء ووقت المطبخ طبعا ووصفة جديدة مع الشيف سوزان الحسيني. شوف أيتها الطباخات، أقدم مع مجموعة الطبخ الجديدة من لورباك. صباح الخير. صباح الخير ساندرا. صباح النور يا سوزان. جوعاني. أوف مثل دايما. شو عملتي لنا اليوم؟ اليوم رح أعمل لك فطيري، أو هي بالإنجليزي بسموها pastry. نعم. بالعربي فطيري. عجينة الفطائر وبعدين تكون محشية بالقرع وصلصة كريمة حلوة وبنكها طيب. بأعشاب أحزري أي عشب بعرف. قولي لي شيء. أنا بقول لك اسمه مرمية. مرمية أو سيج بالإنجليزي. أوكي. أول خطوة الفطيري. هذا الشيء كتير صعب. يعني أنا بالنسبة لي بلاقي هذا الشيء بتركه بس للعالم المختصين فيه. عن جد؟ بالعادة نعم. والله. طيب هلا رح تتعلميها وتشوفي قد إيه سهلة. هون عندي كباية طحين وهون في عندي رشة ملح. نعم. بس شوفي قد إيه سهلة لحد هلا. ما في شيء صعب. وبعدين أهم مكون فيها طبعاً الزبدة. نعم. أوكي. فأنا بحب أستعمل إذا بتناوليني الزبدة. زبدة لورباك تبع. القطع الصغيرة. صغيرة. بالضبط. نعم. يعني أنا أكتر شيء بحبها هاي. ليه؟ عشان أول شيء مقطعة وجاهزة وكل قالب معيار 50 جرام، فمش بحاجة تقعدي أنت تقسمي وتعملي يعني عيارات ولا توزني. يعني فيها كذا قالب هيدا العلبة. إيه بالضبط. نعم. ففيها 6، هلأ كل واحد 50 جرام. هلأ أنا رح أستعمل 2. أوكي. يعني 100 جرام لهالكمية هاي. يعني هن قطعوهم كرمالك بلا ما انت تروحي وتفكري انه بدي احط 50 أو 100، اجت حاضره بتسهل عليكي اكيد. وبنفس الوقت كمان عشانها صغيره بتقدري تطلعيها لبرا وبتسيح بسرعه ودغري استعمالها. نعم. هلا انا لهي الوصفه ما بدي اياها تكون سايحه ولا طريه، بدي اياها تكون بارده. فانا قبل بوقت شلت 2 قطعتهم حطيتهم بالبراد، طلعتهم من البراد باردين. فضروري انه تكون الزبدة باردة عشان الفطيرة تنجح معك. فهي واحدة من أسرار اللي نحنا ما بنعرفه. بالضبط. هاي واحدة من أسرار النجاح. فمع الزبدة والطحين شو بعمل؟ أنا بفركها بإيدي بهالشكل هذا، أوكي، عشان أقدر أمزج الطحين والزبدة مع بعض، أوكي، ولازم تكون باردة. يعني بتعرفي هيك لورباك سهرت لك اياها، بتاخديها من البراد مثل ما هي وبتنزليها بالطحين. بالضبط بالضبط. يعني بتقصيها قبل وبتنزليها. بالضبط على طول. يعني ما هي حلاوتها. يعني بتعرفي لانه بهالايام ما عندنا وقت، كله بيروح من الشغل للبيت. مزبوط. وبتقدري تشتغلي، يعني مش بحاجه تطلعيها قبل بوقت وتفكري، فجاهزه. هلا لما تصير العجين كلها هيك فتات وفي منه كبير وفي منه صغير. معلش. اوكي، هاي الفكره. هلا بضيف عليها بيضة واحدة. نعم. اوكي. وبعدين باردة كمان، هاي السر. وبعدين هاي مي باردة، حتى مرات بحط قالب ثلج فيها عشان تضلها باردة. بالشوكي على السريع بخلطها. اوكي. وبعدين بصير اضيف بقية العجين. اوكي. هلا انا مش عم بعمل عجين يعني مثل معجنات، هذا بده يكون هش مثل البسكوت. نعم. هلا بوقف وبعدين بايدي بلم العجين لم، بس تلميها كلها على بعض، اوكي، وتصير كلها متجانسه. بلفها ببلاستيك بشيء نايلون يعني، وبحطها بالبراد ولازم ترتاح. اوكي. وهي طبعا النتيجه. اوكي. انت لمسيه كيف جامد. اوكي. جامد وبارد. بالضبط، بارد. وبرقه وبعدين بحطه بصينيه. هلا انا عملتها مسبقا طبعا عشان موفر وقت، مديتها بهالصينيه. اوكي. وبعدين حطيت ورق قابل للخبز. نعم. حطيت فيه حمص او رز او اي شيء ناشف عندي وخبزتها بالفرن. اوكي. نعم. عشان تتحمر على الداير. نعم. وتكون مقرمشه اذا ملاحظه. بعد ما تطلع من العجين بتشيلي البذور اللي حطيتها وبعدين تدهنيها بشويه بيض. والبيض بيعمل غلاف، اوكي، وعازل وبيمنع المي تنزل لجوا. فهلا صارت مثل البسكوت اذا بتحطي اصبعك وبتسمعي الصوت. نعم. اوكي. فهي جاهزه هلا. أوكي. مستويه، بس احنا بدنا نعمل الخلطه اللي راح تفوت لهون عشان تكون الفطيره الطيبه. بيضتين وبعدين راح اضيف عليهم كريمه. نعم. كامل الدسم، ما تقولي لي قليل الدسم، ما في منه هذا. هيك اسئله. كامل الدسم. وبعدين فلفل اسود. بعدين هاي فطيره مالحه. صح مزبوط. يعني الفطائر ممكن تكون مالحه
او حلوه. صح، انت شو بتحبي اكثر شيء؟ يعني انا بحب اثنين طبعا، الحلو له لذته يعني، هذا جوز الطيب. اوكي، اي شيء فيه كريمه حليب، جوز الطيب دائما بيكون رفيق هالطعم، هذا كثير لذيذ معه، بتعتبر شيء فورا بالضبط. نعم. طازه. اوكي، وبعدين بيعطي طعم لذيذ وحلو. اوكي، هلا هاي مش بحاجة اني اخلطها مثل كيك، يعني ما بدي كتير كتير يعني فقاعات تكون فيها. نعم. انا بس بدي اياها تندمج مع بعضها بالضبط. اوكي، راح اضيف شوية ملح. نعم. اوكي، وبعدين هون هذا فلفل احمر مدخن. نعم. لذيذ كمان معها، بيعطي طعم طيب. اوكي، وبعدين شو راح اعمل انا عشان اساعد نفسي بالخليط؟ راح احطها في بريق واصب الخليط هون. اوكي اوكي، هلا بتشوفي ليه رح تسهل علي. اوكي، وبعدين هاي على جنب. هلا انا مسبقا شويت القرع بالفرن، اوكي، مشوي، رشيت عليه بتعرفي اللي الزبده اللي البخاخ. ايوه، البخاخ اللي استعملناه بوصفي قبل. نعم. وبخيت عليها يعني، رشيت مع بصل ومع ميرميه. اوكي اوكي، وبعدين حطيتهم بالفرن ينشووا تيستووا، يعني مستويين على الاخر، معمولين محضرين مسبقا بالضبط. بيجي وقت الجبنه. هلا شو حلاوتها هالفطيره؟ هاي فتا تشيز، وفتا تشيز مالحه. نعم، كثير طيب. كثير طبعا، اكيد طيب. وبعدين الخليط اللي عملناه قبل هلا بنصبه، بيعبي الفراغات طبعا. هلا بتقدري تحطي كمان شويه مرميه زياده فوق اذا حبيتي، بس انا حاطه من جوا مفرومين وجاهزين، ما بيبقى غير بس نحطها بالفرن. الفرن محمى على 180 درجه من قبل. من قبل بالضبط طبعا. وهي بتنحط حوالي ثلث ساعه. اوكي، لتجمد، لانه كل شيء مطبوخ. كل شيء مطبوخ، بس البيض هلا لازم يمسك على بعضه. اوكي، فانا بحطها بالفرن. ننساها. اوكي، فبعد ثلث ساعه بتكون مستويه وجاهزه، وانا هون عندي واحده جاهزه مثل دائما طبعا حاضره. قبل ما اقطع لك شقفه عملت لك كمان سلطه. اوكي، سلطه بسيطه. الله يسلمك. فبسيطه بس، اوراق مختلفه الالوان. اوكي، وحطيت عليها شويه ليمون وزيت زيتون. بس ما بدها اكثر من هيك، اذا بتحبي تحطي اي شيء ثاني، بس هي مش بحاجه انه الفطيره كلها نكهه وطعم. اوكي، فمع السلطه انا بحب اقص الفطيره بهالطريقه. اوكي، بلش هون، بحب اقصها بهالشكل. اوكي، شايفه يعني من جوا ما ألذها. اوكي هيك شو حلو. وبعدين قطعت مرميه هاي عشانك انت اموره وحلوه. تفضلي، شو رايك؟ يلا. اوكي، يعني انت اول مره بتدوقي هيك فطيره، قولي لي شو رايك؟ كيف العجينه؟ اهم شيء العجينه كثير طيبه. اوكي، طيبه بس بتقرمش. اوكي، هاي سر الزبده وما تعشت ابدا. ايه، وسر الخبز عشان خبزناها قبل ما نحط الخليط، ضلت هيك مقرمشه. صح. هذا السبب. كثير طيبه. وبعدين كيف الطعم الحلو على مالك؟ أيتها الطباخات، أقدمت مع مجموعة الطبخ الجديدة من لور.